أحد الخبراء في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى قدم تقريرا عن الوضع الاقتصادي حول الحالة اللبنانية أمام مجلس النواب الأمريكي. هذا التقرير مشاهدينا خلص إلى أن إفلاس لبنان بات وشيكا، فماذا يعني ذلك على الصعيد العملي وكيف سيؤثر على لبنان؟ أسئلة إجاباتها مع غواء إبراهيم. حمود، إذن اعتبر هذا التقرير مشاهدينا أن لبنان وخلال فترة قصيرة من الآن لن يكون قادرا على دفع رواتب الموظفين في القطاع العام ومن بينهم عناصر الجيش والشرطة، وفي حال تشكيل حكومة مدعومة من حزب الله فإن ذلك سيدفع البلاد إلى المزيد من العزلة في سيناريو مشابه لما حدث في فنزويلا. توقع هذا التقرير أيضا أن يستخدم حزب الله سلاحه في وجه الدولة والشعب اللبناني كما فعل أنصاره قبل فترة قصيرة مع المتظاهرين، هذا بالإضافة إلى توجيه جهوده بشكل كبير نحو تفكيك مؤسسة الجيش اللبناني. هذا الخيار مشاهدينا قد يلجأ إليه الحزب في حال فشلت جميع أساليبها الأخرى، خاصة في ظل قلقه من تشكيل حكومة تكنوقراط تسعى لاحتوائه ونزع سلاحه في النهاية، وبالإضافة إلى توقعه باستمرار الاحتجاجات وتصاعدها. قدم التقرير عدة توصيات منها إعادة النظر في المؤسسات والمساعدات العسكرية الأمريكية للجيش اللبناني في ظل تقارير عن توقيف عدد من المحتجين. أما بالنسبة للمساعدات الخارجية فأوصى التقرير بربطها بتشكيل حكومة انتقالية جديدة ومستقلة تعمل هذه الحكومة على إجراء إصلاحات وانتخابات مبكرة في البلاد. كما يجب على الحكومة الجديدة اتخاذ خطوات إصلاحية وضمان وصول طبقة سياسية جديدة غير فاسدة إلى الحكم كشرط مسبق لتقديم مساعدات أوروبية وأمريكية تعيد الاستقرار إلى البلاد. إلى ذلك مشاهدينا أوصى هذا التقرير بفرض عقوبات على حلفاء حزب الله أيضا والذين يتهمهم المحتجون بالفساد، ما سيؤدي أيضا في النهاية إلى التخفيف وبشكل كبير من نفوذ حزب الله داخل مؤسسات الدولة.